عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد صباحكم الجميع. راح نبلش احتفالنا لهذا اليوم بموكب المتفوقين إن شاء الله. يعني خلينا نرحب في المتفوقين. طلّ الخريجين يا محلى الطلّ، طلّ الخريجين عنّا الزغاريد وحمّول الكف وعنّا الزغاريد. سهلا فيكم كمان مرة. قاعدة الحفل عنا الطالب طارق منتصر ويامن علاء. وين راح يامن؟ هم اللي راح يقدموا لكم احتفال اليوم إن شاء الله فقراته. هذول الطلاب هم من الطلاب المتميزين والذين سيكرموا هذا اليوم. أهلا وسهلا فيكم كمان مرة، شرفتوا في بيتكم ومطرحكم. ضيوفنا الكرام وديرتنا الفاضلة معلمين طلابنا الأعزاء، ها هي سفينتنا تبحر أمام هذا البحر المتلاطم بأمواجه العالية وكلها ثبات لتحدي الصعاب، تتجاوز العقبات وصبرت لتأتي من جديد. من الجواهر يكون حضوركم اليوم هو أول جوهرة من جواهر سفينتنا، فأهلا وسهلا بكم. وحي الرحمن يشاركنا وقلوبنا كلها إيمان، ترتيل المصحف يطهرنا، فيض من حب وحنان، تلاوة يرتلها على مسامعكم الطالب مصعب خزنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. صدق الله العظيم.
خلل فني. هيك يا حبيبي.